يعني شيكابالا لسه طبعا هنشوف، لكن هنروح ونطير لايطاليا. معانا طبعا الناقد الرياضي مصطفى طنطاوي، هو متواجد حاليا في ايطاليا طبعا، وهو المسؤول الاعلامي لبعثه المنتخب الوطني. مصطفى برحب بيك. الو مصطفى، عمر، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. طبعا مصطفى، منتخب مصر لسه متعادل بنتيجه، اكيد يعني انا شايف ان هي نتيجه مش وحشه امام منتخب قوي. عايز اعرف بقى منك اخر اخبار منتخب مصر والكواليس واللي تقدر تقول لنا عليه قبل طبعا وجودك في المؤتمر الصحفي. يعني كان في روح عاليه جدا من اللاعبين قبل المباراه، يمكن كانوا اللاعبين صايمين فتره قبل المباراه على طول. حضرتك عارف الافطار طبعا هنا بيبقى الساعه 9 وثلاث دقائق، والمباراه كانت بدات الساعه 9 وربع. حظ كل اللاعبين في التغييرات كان هو النصيب اللي كل لاعب بيدور عليه، لان هيتحدد بشكل كبير القائمه النهائيه اللي هتتسلم قبل يوم 4/6 للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، القائمه 20 لاعب، هيخرج من القائمه عندنا مجموعه من اللاعبين. تمام، هيكتفي مستر هيكتور كوبر ب 23 لاعب. تمام، المباراه مجملها كانت تجربه قويه جدا. في عدم رضا من مستر كوبر على اداء بعض اللاعبين، لكنه راضي بشكل ما عن التجربه ككل. طبعا حضرتك عارف ان منتخب كولومبيا هو يمكن التجربه الاقرب لمنتخب اوروجواي اللي هنقابله في اكيد المباراه الافتتاحيه لينا طبعا في المونديال. طبعا يعني عايز اسالك برضو يا مصطفى، يعني هل مستر هيكتور كوبر استقر على بديل محمد صلاح؟ يعني انا قلت النهارده هو جرب بعض اللعيبه، لكن انا حاسس ان شيكابالا ممكن يخش في المنافسه مع سواء تريزيجيه سواء رمضان صبحي او كهربا. هل الكلام ده صحيح ولا مستر هيكتور كوبر خلاص مستقر على بديل صلاح؟ يمكن كان البديل الاساسي الواضح هو طبعا صلاح، ملوش بديل، ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. لكن البديل الاساسي اللي كان واضح من بدايه المباراه كان محمود تريزيجيه، وده اللي مستر كوبر بدا بيه. بعد كده مستر كوبر جرب اكتر من لاعب، لكن شيكابالا كان بديل عبد الله السعيد. تمام، يمكن في التمرين يا كابتن عمر المدير الفني وضح من التمرينات التدريبات في الايام اللي فاتت ان هو استقر بشكل نهائي على عبد الله السعيد وشيكابالا كلاعبين اساسيين في منتصف الملعب كبدلاً للبعض. تمام، كان في محاوله من مستر كوبر في التدريبات الاولى ان هو ينزل كلا اللاعبين في مكان صلاح بالتبادل بينهما، ووجود تريزيجيه وعمرو ورده في نفس المكان بتاع صلاح. تمام، لكن بيتهيألي ان هي اتحسمت في النهايه قبل المباراه، وده اللي كان واضح من التشكيل الاساسي بنزول اللاعب محمود حسن تريزيجيه. طيب هل وجود سعد سمير النهارده في التشكيل الاساسي بسبب ان علي جبر عنده شد خفيف من اخر مباراه لعبها مع منتخب مصر؟ هو علي جبر كان داخل المعسكر وهو مش في حاله بدنيه كامله، لكنه استعاد لياقته خلال المعسكر وخلال التدريبات في الايام اللي فاتت. علي جبر سليم 100%، ما فيهوش اي حاجه. تمام، وجهه النظر وجهه نظر فنيه بحته من مستر كوبر. تمام، باشراك سعد سمير اللي ربنا وفقه النهارده قدم مباراه كبيره طبعا مع قلب الدفاع الاخر احمد حجازي، واللي كانوا يعتبروا نجوم المباراه خلال شوطين. هتتحركوا من ايطاليا امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله المعسكر مكمل في ايطاليا في مدينه بيرجامو لحد يوم 5. هيتم التحرك صباحا علشان لبلجيكا علشان التدريب الرئيسي اللي هيبقى على استاد اللي هتقام فيه مباراه بلجيكا، ومن ثم هيكون لعب المباراه في يوم 6، ثم العوده للقاهره ان شاء الله رب العالمين يوم 7 باذن الله. المباراه هتكون الساعه كام بتوقيت مصر مباراه بلجيكا؟ 9 إلا ربع ان شاء الله بتوقيت مصر. طيب يعني مصطفى هيفطروا بعد نهايه الشوط الاول، يعني اللعيبه مش هيكون المغرب لسه اذن بتوقيت بلجيكا؟ لا، بتوقيت بلجيكا المغرب هيأذن بين الشوطين. يعني برضو اخر حاجه قبل ما اختم معاك مصطفى، يعني 6 اسامي يعني انا قلتهم وعايز اقولهم قدامك تاني، هل هيخرج حد منهم ولا هم دول ال6 اسامي المتوقعين؟ سام مرسي، كريم حافظ، محمد عواد، الونش، وعمرو طارق، واحمد جمعه. هل هم دول فعلا الستة اللي ممكن يخرجوا من القائمه النهائيه لكاس العالم لمنتخب مصر، ولا ممكن نلاقي اسم كمان مفاجاه؟ لا، كلها توقعات يا كابتن لحد اللحظه ديت. مستر هيكتور كوبر لم يعلن عن القائمة المستبعدة، ولم يشر لذلك سواء في التدريبات أو في التقسيمة أو حتى في المباراة، ومش استبعاد لاعب من القائمة في فرصة جاية لسه في مباراة بلجيكا. تمام، لكن افتكر هو بشكل كبير مستر هيكتور كوبر استقر على على القائمة المستبعدة. في خلال بكرة او بعده، بعد الاطمئنان على بعض اللاعبين من بعد المباراة ما خلصت وحالتهم البدنية والجلوس معاهم،
اكيد هيكون القرار بالقائمه النهائيه وقائمه المستبعدين وقائمه ال 23 لازم تتسلم قبل يوم 4/6. استاذ مصطفى بشكرك شكرا جزيلا، اكيد يعني كان مداخله مهمه جدا طمنا بيها على احوال المنتخب، واكيد طبعا يعني كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراته الوديه الاخيره القادمه امام بلجيكا، من ثم طبعا اول مباراه ليه في كاس العالم، كل التوفيق للمنتخب الوطني. يعني منتخب مصر احنا انا سالت على سعد سمير علشان احنا بنتكلم على ان مستر هيكتور كوبر خلاص بيضع لمساته الاخيره، فبالتالي توقعي لسعد سمير او وجوده من حسب طبعا معلوماتي او مصادري المقربه من المنتخب.